السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام الحزن يخيم على مراسيم تشييع جثمان المشجعه الرجاويه نوره في جنازه حضرها العديد من مشجعي فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم وبعض الفصائل المسانده للفريق في غياب مسؤولي النادي الاخضر دفن جثمان المشجعة التي توفيت أمس السبت في بوابة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء تزامنا مع مباراة الرجاء البيضاوي ضد النادي الأهلي المصري وقد وري جثمان المشجعة الرجاوية السراء بمقبرة سيدي علي بنوارة بدوار لشهب المتواجدة على الطريق الساحلية الرابطة بين المحمدية والدار البيضاء والمقابلة لشركة سامير لتكرير البترول وخلف موت المشجعة نورة حزنا كبيرا بين المغاربة وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشابة مع تدوينات يستنكر فيها النشطاء ما وقع للراحلة البالغة من العمر. 29 عاما انا اللي رتلها كل مضغط غام للراس مضروب لرجليها مضروب ال... كل شيء ما فيه ما يتشاف في راس عامر بالغيس بحال الحاله ديال الرتله ما تبغيش العدو بالما بحالتها بحال لابسه حويجه كلهم بحال شاده مرمده في, في من تحمل المسؤوليه نحمل المسؤوليه اش غنحمل المسؤوليه لمن لما غنحمل المسؤوليه المسؤوليه على الناس اللي مسيرين الفريق هما اللي خصهم ينظموا شغلهم الله يرحمها ونتمنى والله الناس يديروا حل يديروا الاجراءات ديالهم ويشوفوا تا ما الانسان حنا البنت ماشي حنا غادي نتجروا يعني فيها بنت صحيحه وبنت هنا بنت ماشي ديال 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 بنت موظفه بطوموبيل تا خدامه فلوسها مريضه ما مريضه والو صحيحه البنت راه تبارك الله راه راه قوه جسمانيه ماشي بنت ديال وحده ضعيفه 29 عام وشابه اطلب دابا ما نطلب غادي ولدي غادي كتاب لا تموت <applause> وتساءل مغاربة في تدويناتهم عن المنظمين وطالبوا بكشف الاسباب وراء الفوضى التي عرفتها مقابله الرجاء والاهلي وكانت السلطات المحليه لعماله مقاطعات الدار البيضاء أنفا أفادت أن مشجعة لفريق الرجاء البيضاوي تبلغ من العمر 29 سنة وفتها المنية يوم السبت 29 أبريل خلال تواجدها بمحيط المركب الرياضي محمد الخامس وجاء في البلاغ أن الراحلة ذهبت لحضور المقابلة التي تجمع بين فريقي الرجاء والأهلي المصري في إياب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وأوضح البلاغ ذاته أن السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمعنية بالأمر، كما جرى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي مولاي يوسف لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة بالمستشفى، وذكر البلاغ ذاته أنه تم فتح تحقيق من قبل المصالح المعنيه تحت اشراف النيابه العامه المختصه للكشف عن ظروف وملابسات الحادث وكان شهود عيان قد اكدوا ان الضحيه سقطت خلال التدافع الشديد للجماهير امام احدى بوابات مركب محمد الخامس حيث تم نقلها على وجه السرعه الى قسم المستعجلات لكنها فارقت الحياه فور وصولها الى هناك، وقد نعى نادي الاهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي الاحد مشجعه توفيت يوم السبت بسبب التدافع الجماهيري قبل مباراه الفريقين في ملعب محمد الخامس باياب دور الثمانيه بدوري ابطال افريقيا، وذكر نادي الرجاء ان عزيز بدراوي رئيس النادي يتقدم باسمه ونيابة عن النادي بأحر عبارات التعازي لعائلة المشجعة نوره التي وافتها المنية قبل المباراة أمام النادي الأهلي، فيما قدم الأهلي تعازيه في بيان قال فيه: إن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية يتقدمون بخالص التعازي لنادي الرجاء المغربي في وفاة مشجعة الفريق التي وافتها المنيه إسر التزاحم الجماهيري قبل المباراه كان خبر كصاعقه اولا كابنه الحي ثانيا ك ك وحده من انصار فريق الرجاء البيضاوي في حب فريق الرجاء البيضاوي هو ادمان كل واحد كيبغي اللوجو ديال ديك الفرقه ااا أه... كانت كتبغي فريق الرجاء البيضاوي و وضريبه اللامسؤوليه ديال بعض المسؤولين الله ياخذ فيهم الحق كتخليك انك انك حب ذاك الفريق كي كي كتشوف ان انسانه ماتت صار الذنب ديالها الوحيد انها مناصره الفريق الرجاء البيضاء. وانتهت المباراه بالتعادل السلبي بين الرجاء والاهلي ليتاهل الاخير الى الدور قبل النهائي من البطوله بعدما كان قد فاز ذهابا في القاهره بهدفين نظيفين. لم يكن الحزن الذي انتاب لاعبي وجماهير الرجاء المغربي بعد الخساره من الاهلي مساء يوم السبت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بقدر الحزن الذي اعترى الجميع بسبب وفاه المشجعه الرجاويه الشهيره نورا الزبيري على بوابات الملعب اثناء الدخول للمباراه ونقلت الصحافه المغربيه ان سبب الوفاه جاء بسبب كثره الازدحام والتدافع اثناء دخول الجماهير للمباراه واضافت ان السلطات المحليه ومصالح الوقايه المدنيه تدخلت فور اشعارها بالحادث وتم تقديم الاسعافات الاوليه للمعنيه بالامر كما جرى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة إلا أنها فارقت الحياة بالمستشفى وتم فتح بحث من قبل المصالح المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات الحادث وبحسب ما تناقل أشخاص يعرفون نورا الزبيري عبر منصات التواصل الاجتماعي فقد كانت الشابة الراحلة من أشهر مشجعات نادي الرجاء ومحبي الفريق وقالت التعليقات في نعي نورة الزبيري أنها كانت عاشقة للرجاء الرياضي حيث لم يسنها قيد حياتها أي شيء عن فريقها المحبوب حتى أنها كانت قد رافقته إلى مصر وتابعته هناك في مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء وكتب أحدهم في وداعها كم هو مؤلم هذا الرحيل القاسي والمفاجئ الفقيدة نورا الزبير ابنة مدينة المحمدية عاشقة الرجاء البيضاوي توفيت نتيجة الازدحام الشديد أمام بوابة الملعب وقال المصدر إن إدارة نادي الرجاء ستقوم برفع دعوى قضائية ضد الشركة المنظمة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا، وتابع المصدر أن الشركة المنظمة هي شركة تابعة لمجلس المدينة المغربية أي تابعة للدولة، وقال والد المشجعة للصحفيين إن ابنته عادت للتو من تركيا لحضور اللقاء نظراً لعشقها فريق الرجاء منذ طفولتها، وأوضح أن نور موظفة بشركة للتأمين تعرضت لإصابات قوية في أماكن متفرقة بجسدها وفارقت الحياة قبل نقلها للمستشفى نافيا معاناتها من مشكلة صحية سابقة وقدم محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي تعازيه في وفاة مشجعة نادي الرجاء البيضاوي المغربي نتيجة التدافع الذي حدث ونشر عبد المنعم صورة للمشجعة عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل انستجرام وكتب الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته شكرا لكم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم